أوقات منحب حدا منفكر فيه ليل نهار وهو ولا هو هون، أوقات مننعجب بحدا منجرب نعبر له بطرق مباشرة أو غير مباشرة أو عبر مواقف مختلفة. تعوا معي لنشوف شو هي أغرب المواقف اللي عبروا عنها ناس منكن وفيكن عن نفسهم ليلفتوا نظر شخص انعجبوا فيه. شو أغرب أو أغبى طريقة عملتها لتجرب تلفت نظر بنت انعجبت فيها؟ يعني قلت لها إذا بدك يعني بشك على البحر إذا بدك، أو بشك من عند الصخرة. اشتريت سيارة لتلفت نظر بنت؟ مش الحال وتركتها بعدين. دمت؟ ابدا. صار معك سياره؟ ايه الحمد لله. قلت لها لرفيقتي روحي احكي معه واعطيه رقمي وهيك، بس طلعت هي راحت حكيت معه ونعجب فيها فاكلتها. اوه بهالعمر عم تساليني يا تيتا؟ تذكري شي موقف عملتيه؟ اكيد بالصف. شو عملتي؟ بالصف هيك شخبرت على على التابلو وكتبت اسمه، وبعدين وظهرت عملت حالي ما معي خبر، ومن بعيد راقبت الصبي اللي كتبت له اسمه. كبيت انيت العصير على رفيقي بعتقد حتى هيك طلعت شوي. هو بيقول لهم انه امه اسبانيه. بتقول لهم انه امك اسبانيه؟ انا وقت بتعرفوا وحده بقول لها امي اسبانيه، يعني انه ايه اسبانيو اسواو ايطاليانو اسبانيانو، بتعرفي البنات يعني. يمكن لما كنت كثير صغيره او شيء استاذ المدرسه مثلا. شو عملتي؟ لا كنت ما كنت اعمل شيء غبي، كنت حاول اني قد ما في اجيب علامات عاليه، مع اني لانه انا صغيره ما كنت كثير حلوه مثلا، فكنت الفت له نظره بهيك شيء. كنت عم بلعب فوتبول مع اصحابي فاجت بنت بحبها، اجيت انه بدي اعمل دبل كيك، هاي حركه بالفوتبول كسرت اجري. اذا بشوف بشي محل شاب حلو بروح برجع بشتري، بكون انا مش بعازة الشيء كله على بعضه، بس لشوف الشاب يعني ياما عملت. هيدا اغبى شيء صراحه، كنت فوت اشتري واطلع. هي انا كنت بحبها كثير، بس الشباب هن كمان بحبوها بمدرستي، وانا جبت لها دبدوب ب10 يورو ام هي كبته ما بدها اياه. وفي واحد سابق فيه ايه، وكان الاخر كان بحبها، بس انا كنت الاول وهي بتحبه من كلنا. هو لانه الاول؟ لا لانه هو الاخر. انا كنت الاول. ما بتحب شكل الشاطرين؟ ما بعرف، بحب الكسلانين. ما رحت لعندها على البيت تحت بيتها، وقفت طلعنا طالع لعند امك واحكي معه كذا وهيك، وامها ما بتعرفني كانت وهيك، اي فهي كان شوي هيك شوي غريبه يعني، كثير انصدمت هي. في قصص بتكوني ما بتحبي تعمليها او بتعمليها كرمال شخص في نظره يعني، بس مثلا حلقت الشارب ما كانت تحب الشوارب وحلقت الشارب لحتى الفت نظره. مثلا وقع شي ورقه شي كذا وبلمها، بس ما بتطلع فيه. ايه بس ما بتطلع فيه يعني، بوقع حالك مش عارفه. ايه وقعت مني شال الورقه واعطاني اياها، بس انا ما حكيت استحيت، بس انه لفت له نظر. شو اغبى شي عملتي لتلفت نظر شاب انت معجبه فيه؟ غمسته. اغبى شي عملته اني مرقت من حده فرجيته انه انا يعني عملت اي شيء، مثل كبيت شيء حده للمه ليطلع فيه. مش الحال؟ اي مش الحال، بس I look at him. I stare in the eyes. طلع فيه بعيونه؟ اكيد. انت ولا مره عملت شيء لتلفت نظر بنت؟ انه مبالغ عملت، بس مش شيء غبي. طب شو هو الشيء اللي عملته؟ ما بعرف، يمكن واحد بلبسه او بطريقه تصرفاته، بس مثلا بعرف صاحبي بس نشقر شعراته. مسحت عصلتي. شو عملت؟ مسحت عصلتي. كيف يعني؟ قرعتي مسحتها هيك لحتى نفكر انه في شعر، عرفت كيف؟ فصار بده يكون في شيء متبادل بين اثنين، اذا ما في شيء متبادل مهما عملتي معناته هي ببحر ثاني. هناك بالبقاع صعب نشوف بعضنا عشان كله بيقربوا بعض. اوكي. فمره كنا بالجبل انا وياها بالسياره. بيوم من الايام بلاقي خيي فت حمام مزبط حاله، تقولي في عرس، جيت اخذته. ما مسكروا علي، خليه يخبرنا. جيت اخذته وحاولت حالي ومشيت بالسياره عمه، وين ماخذني ها؟ وقفت نزل، بعد شوي بلاقيه شي 5 دقايق يعني، بلاقيه نازل وجهه اصفر محمر. طلع القصه انه طالب طلبيه اونلاين
من محل على اساس هو شو بده يروح، انه هي البنت بتبيعه انه مثل باب ليتعرفوا هالاشياء. ف المهم ما طلعت البنت الخادمه سلمته الهديه ومثل جيت بدي اشيك على البيسين مره كرمال اعمل حالي انه زحطت فضغط حالي عم بدق التليفون مش حرد عليه كرمال هذا السؤال اهم. هلا دوركم انتو تجاوبونا على سؤال الحلقه، متحمسه لاقرا اجوبتكم بالكومنتات، واذا عندكم اي فكره سؤال حابين تشاركوها معنا بالحلقات الجايه اكتبوا لنا اياها كمان بالكومنتس، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير لتشوفوني بحلقات واسئله جديده. باي.